لا لا صح صح ترى القصيد والخوه هم الخوه. هذه ابيات لمحمد جر الله سهلي عجبتني جدا فبشارككم فيها. اسلم. قال فيها: تقدم الدنيا لنا درس جديد بكل يوم، والناس تسلم من غث الدنيا بحفظ دروسها، وعلى حسب حفظ المواجيب وتقاليد السلوم نعرف مقاسات البشرف النرجله ونقوسها. صيت الرجال الوافيه بافعالها، ولا الرخوم ينبيك عنها قد نفعتها وشي نفوسها، تطرد ورا الدنيا وتكشخ بالمواثر والهدوم مثل الحريم اغلب دراهمها على ملبوسها، والبخل خلاهم بهايم. لا تسام ولا تسوم، لا شفتها ترفع يديك حمد وشكر وقت اسجودها. على الصحن هم اول الجلاس واخر من يقوم، يعيفك حلو الاكل والشرب طول جلوسها. لين ما قال: وربع المصالح والمجامل خوت ما هي بدوم، اقولها والتجربه قطع وريدي موسى، وقت الرخاء مثل الصقور اللي على المرقب تحوم، شيني دري رجك الرمضة وحرش موسى، واللي يحتمد سكات بقعه، وامس تعلومك علوم تلوي خشاشها وتجعد خوتك وتدوسها من قبل ما انت الطيب، وقدرك معزز ومحشوم وتصير اردى ما خلق ربي ودم ضروسها. ابعد عن الاشكال اللي بعد الثرى عن النجوم، وش حاجتك في قرب رديان العرب وندوسها؟ ما هو بعيب اللي يعزموك تقول يا الربع معزوم، لا جيت مجالسه وجيت عروسه، وخلك فطين تعلمك دنياك درس جديد بكل يوم، الناس تسلم من غث الدنيا بحفظ دروسها. سلام. 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 س